لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. الإسلام يعني بالمفهوم العلمي مرفوض. الإسلام الجهادي اللي هو قائم على السيف، على قرآن يهدي وسيف ينصر، هذا المفهوم الجهادي أهل السنة. إحنا هيك مفاهيمنا أن ديننا يقوم على قرآن يهدي وسيف ينصر. لذلك العلم الغربي يرفض إذا اقتربت من السيف، نقول لك لا السيف الذبح، لا الله يخليك إن شاء الله أنا هذا الموضوع. لذلك العلم الغربي لا يقبل أن يحكم على الإسلام. لا يقبل للعلم الغربي الأيديولوجي، علوم اجتماع، سيسيولوجي، انسى، لا يقبل أن يحكم على دين الله عز وجل أنزل فيه. إيمان العجائز اختياراتنا، والله أمي استصعبت الموقف، يعني قالت معقول هذول مسلمين؟ هذا سؤال عجائز. أنا راح أجيب اسمح لي. هل هذه البلاد فتحت بالجاتو والسنيكرز والكتكات؟ هذه البلاد الشام، نعم، شيوخنا بيعرفوا، فتحت بالسيف، دماء الصحابة روت هذه البلاد وغيرها. أكثر من 110 آلاف صحابي خارج الجزيرة قتل منهم واستشهد، أكثر من 100 ألف بذلوا الدماء والأشلاء والعرق من أجل أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. في أحد المعارك سيدنا خالد نوريد ذبح من العرب النصارى أكثر من 70 ألف في موقع معروفة عسكر، قال والله إن مكنتنا دعا الله وقال يعني عسكر أسرى مدنيين حرق، يعني هذه لا اسمح لي، أنا بحكي بشكل عام، بشكل عام الآن في الحروب، في الحروب الإسلام قائم على القرآن وعلى السيف. يا جماعة، لذلك التخلص من تهمة السيف هذا ما أدري، يعني كأنك تريد أن تقيل، أن تقول عن نفسك أنك أنت تتبع دين محمد الإرهابي. يا الشيخ ماجد، هذا الجانب، انا بدي اسالك جانب الفطره. لان مش بس جانب الفطره، نتحدث عن مجاهدين يجاهدون في كثير من الاماكن صفقت لها المجتمعات العربيه بالاستثناء الجهاد الافغاني، الكل صفق له، جهاد حماس مثلا في المعارك الاخيره الكل صفق له، حتى جهاد تنظيم الدوله في بعض المراحل يعني. لكن هذه الصوره الم تسيء للجهاد؟ خوفت الناس يعني. صحيح، شوف، صلى على رسول الله، هذا الكلام ظاهريا وعاطفيا صحيح. ان الناس اشمأزوا من قطع الرؤوس، وطبعا من النصارى، من النصيريين ومن المحاربين واللي اهتكوا اعراض والنساء واهل السنه والاطفال واللي حرقوا واللي قتلوا. صحيح. لذلك لان الاسلام ايضا الان عاد غريبا، لم يقرا الناس سيره الصحابه الذين قطعوا الرؤوس والاشلاء في الحروب في فتوحاتهم. حتى احنا العرب كنا عرب النصارى، اجدادنا قد حاربوا الصحابه وقد قتلوا وقتلوا. الان الاسلام يعيد انتاجه من جديد. عشان ما نروحش واحد يعني، هاي خدمه مجانيه لغلاة المستشرقين واليهود، انه الاسلام فتح بالسيف وانتشر بالسيف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث بالسيف. أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال. قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف، ثم ماذا؟ دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة، إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبوهم بالسيف، هذا أمر الله سبحانه. يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى، يحاولون يرضوهم أنه لا والله إحنا مو بالسيف، إحنا كنا كذا اضطرينا، ماكو اضطرينا، فتحوا البلاد الإسلامية بالقوة، هذا هو التكليف الشرعي، وهذا معنى الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي شنو معنى؟ أن الجيش المسلم يتوجه إلى الأراضي الكافرة يعرض عليهم الإسلام، يقولهم تصيرون مسلمين إن وافقوا فبها، ما رضوا يقولهم جزية، يدفعون جزية إذا كانوا من أهل الكتاب، ما يرضون يدفعون جزية قتال،
أو إذا مو أهل كتاب جزية هم ما فيه، لو إسلام لو قتل وما فيها مشكلة، خلي ينتشر الإسلام بالسيف، دين الله الحق ينتشر بالسيف ما في أي مشكلة. الحجة عليه السلام وارد في الروايات يخرج بالسيف أيضا، هالأيام نسمع حكي بالأثناء لا ما لا، شي يطلع يمسح على رأس الناس تعال قربة إلى الله تعالى صير خوش آدمي، هو لو يجي صير خوش آدمي بالهذا كان الحين صار، ذاك اليوم من يطلع الحجة عليه السلام ما فيها تعارف القضية ومجاملات، سيف سيف يقاتل ويقتل، وفي الرواية يحمل السيف 6 أشهر أو 8 أشهر، وهناك أناس يفترض أنهم مسلمون يقولون له لو كنت ابن رسول الله ما فعلت هذا، لا هو ابن رسول الله ويفعل هذا، دين جده ينصر بهذه الطريقة. زين لا إكراه في الدين شنو معنى؟ قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين مو بالضرورة يكون معناه يعني ما يجبروهم على الإسلام، فيها عدة احتمالات الآية الكريمة، أحد الاحتمالات أنه هذا الاعتقاد القلبي ما يحصل بالإكراه، لأنه هذا شيء مو تحت إيد المكره. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية في سبيل الله عز وجل أمرهم بأن يأمروا عدوهم بأن ينزلوا على حكم الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم بعد ذلك أن يدفعوا الجزية للمسلمين، ثم بعد ذلك أن إذا لم امتنعوا من هذه كله أن يكون بينهم وبين المسلمين السيف. إذا لم يقتنع يؤخذ عليه عهد الذمة ويدفع الجزية ويترك، إن كان كتابي وإن كان غير كتابي، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل. لا نؤمن بأن الإسلام سيغزو العالم بإذن الله. نعم الإسلام انتشر بحب السيف، لكن ليس لتصبح لفرض الإسلام على الفرد، يعني ليس لتصبح فلانة مسلمة لا، ولكن ليخضع المجتمع والدولة للإسلام ويبقى المسلم ويبقى النصراني واليهودي على نصرانيته. لا إكراه في الدين بمعنى أننا لا نكرهه على اعتناق الإسلام، لكن سننتشر بقوة السيف حتى يحكم الإسلام ويحكم الإسلام في كل بقاع الأرض، هذه عقيدتنا. فهو نعم انتشر بحد السيف. إذا احنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء رجال أطفال أموال دور حقول مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. قالت به بقينا أغنية ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ مفيش حد بيحول في الحاجات دي، مفيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين الكلام ده. طيب يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة أموال مجمدة، طيب الناس السبايا دول مصيرهم ايه في الشرع؟ مصيرهم ان هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين. اكو بعض الناس يحلول شوية ان يدير وجهه عن الدليل. شلون يدير وجهه عن الدليل؟ يعني اما مو شغلته او لا يريد يغلط يستر جبنه. شلون يجي يقول القرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، كل هاي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التشوف شنو هي المعنى المقصود من عدها؟ لأنه هذه أنت إذا تفرض أن كل جهاد هو إلقاء للنفس بالتهلكة معناه نعطل الجهاد، فرضت الجهاد نعطلها، وإحنا نعرف فريضة الجهاد لولاها لما وصلت دعوة من دعوات السماء إلى قلوب الناس. يعني أرجوك لو ما الجهاد المسلمين يقدرون يحصلون ربع الكرة الأرضية خلال 20 سنة؟ ها؟ طبعا لا، إنما وصلوا إليها بالجهاد.
وصلوا إليها بالسيف، ولذلك الجنة تحت ظلال الأشنة. قال لهم يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح. Watch in 70 seconds, we're going to watch 1200 years of conquest. Look how fast this is happening. Bam! Here comes. You didn't know France was hammered that hard, did you? You heard of Tours. Watch what's happening in Spain and the islands. Now, many of these raids or battles, if they're at the coastline, are slave raids. The slaving that took place in here was extensive and went on and on. All of this work is also happening now then. We're now into the golden age of Baghdad. This is the punishment that's being handed out to Christians everywhere. In Spain, after one battle, there were knights' heads were cut off and they made a pile so high that a man on horseback couldn't see over them. All of the European civilization in North Africa is now gone. I have a question. Have you read the 13th Tribe? No. Okay. Now, pretty soon, and by the way, there will be a period of time, and you can see the clock running up here, there will be a brief blip of five battles that occur in North Africa, the Barbary Pirate Wars. We're on there. Okay? Now then, Byzantium has fallen. Now then, Eastern Europe is being hammered. Notice that it is relentless. It doesn't stop. This is the history that you're never told about. This is the history that explains how all of this came about. Now then, they're getting slower because Islam is becoming weaker. Corruption. All empires collapse from the inside ultimately. Okay. I say that what caused the collapse of classical civilization was not the invading German barbarian tribes. I say that classical civilization was destroyed by Islam. بأنه أنت طالبت أنه أن يكون هنالك اعتذار عربي بسبب وصفته بالاحتلال. لم يكن مقبولا عند الناس بشكل عام. ألا ترى بأنك بالغت؟ نعم، أنا وجهة نظري الشخصية، إحنا اللي ضد الاحتلال، ما إحنا مارسنا نفس الاحتلال، إحنا ظلينا ضد الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا، وضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني لبلدان الشام، فإحنا مارسنا نفس الاحتلال على إسبانيا. إيه لكن نعم، لكن الإسلام انتشر هناك أيضا وبقي في أوروبا الإسلام. والمسلمين فضلهم على أوروبا، يعني في حقبة كانت مظلمة في أوروبا. لا هذا مش صحيح. إحنا صورنا كتب التاريخ عندنا هذا كله لازم نعد النظر فيها. يا أخي إحنا نصور إنه أوروبا هذه كانت مورقة في الظلام وفي الجاهلية، وإنه إحنا في النهاية اللي جينا دخلنا لنا نور والإضاءة. أي يا صديقي الكريم، إحنا عندنا في السعودية يعني إلى الآن تدخل قرى ما فيها حتى كهرباء. فتروح في العالم العربي الآن، توصل في مصر أو في المغرب، في قرى تفكرها عايش في عصر الكهوف. تقول إحنا الآن دخلنا الحضارة كلها هذه الأوروبا، يعني هذا كلام في النهاية. وماذا عن قرطبة؟ أي قرطبة؟ يا صديقي أنا 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 عشت في إسبانيا، مش عشت يعني، زرتها كثير ودخلت متاحفها ودخلت مكتباتها وقرأت رواية سلام جت نتيجة قراءات. إيش الحضارة اللي تركوها العرب في الأندلس؟ طلع لي إيش قرطبة؟ إيش هي قرطبة؟ قرطبة هذه مدينة إسبانية، إيش الجديد فيها؟ حتى الجامع الأموي ما كان جامع، كان كنيسة وحولوا إلى جامع. مثله مثل الجامع الأموي في دمشق، ما هو كنيسة لا زال لحد اليوم معلم الكنيسة. يعني في مغالطات تاريخية إحنا تلقيناها وأيضا تلقاها في مدارسنا. التاريخ دائما إحنا مين صنع الأندلس في بالنا؟ الناس تهاجمني لأن الأندلس اللي في بالهم هو الأندلس تبع يا زمان الوصل ووحدة ترقص، أو اللي كان يجي في المسلسلات، الناس يشوفوا نافورة وشجر وشوية نسوان جميلات، بس الأندلس مش هذا، الأندلس هو عبارة عن مأساة سياسية حقيقية.